اهلا بيكم مره تانية اعزائي المشاهدين مع فقره الصحافه والنقاد الرياضيين. ضيوفي النهارده الاستاذ محمد نبيل ناقد رياضي الكبير. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا بيك كابتن طه. منور ومشرفنا. الله يخليك كابتن. اهلا بيك. ايضا مشرفنا في الاستوديو الاستاذ عبد الناصر سليمان ناقد رياضي الكبير. اهلا بيك يا استاذ عبد الناصر. اهلا بيك يا كابتن. منورين. نورك كابتن. تسلم يا كابتن. تسلم. تحب تبداوا بالزمالك منتخب مصر؟ تبداوا بايه؟ اللي يعجبك كابتن. نبدا بالزمالك. نبدا بالزمالك. طيب نبدا بالزمالك. نادي الزمالك يعني شفنا في تحسن في الاداء الماتش الاخير مع الاسماعيلي، برغم الاسماعيلي فرقه كبيره وعندها سكواد محترم بغض النظر عن مركزه في الدوري، لكن القصه هناك اداريه ماديه ما هيش فنيه اعتقد. يعني اهم ما النقاط اللي ميزت نادي الزمالك في المباراه اللي فاتت يا استاذ محمد. طب تسمح لي اختلف معاك في البدايه؟ اتفضل. ما انا قلت لك تبدا بايه؟ قلت لي الزمالك. لا انا هختلف معاك فيما يخص الزمالك. حضرتك قلت الاداء تحسن، هو تحسن التحسن اللي مش الجمهور مستنيه. هو طبعا كان انتصار مهم جدا وثلاث نقاط. انا بقارن ما بين الماتشات اللي قبل كده والماتش الاسماعيلي، انا عارف ان هو مش التحسن اللي احنا نأمله. اللي اختلف الروح. كان في رغبه عند اللعيبه عاوزه تكسب. انما هو ده الاداء اللي الجمهور مستنيه؟ ما اعتقدش. هو انت النهارده بتدور على نتيجه ولا بتدور على اداء؟ جمهور الزمالك طماع يا كابتن، عاوز الاثنين. ايوه يعني انا النهارده بدور على اداء ولا بدور على النتيجه؟ طبعا انت طبعا في مرحله بتلم فيها النتيجه هي الاهم اعتقد. طبعا وراجع بعد خسارتين وفي بالزبط. المشوار الدوري واكيد كان في ضغوطات كبيره جدا على اللعيبه، لكن احنا متوسمين في اللعيبه اكتر من كده لان هم لعيبه كبار عندهم خبرات عاليه جدا، عندهم امكانيات تقدر ترجعهم في اي وقت من الاوقات، عشان كده انا بقول ان هو مش هو ده الاداء اللي الجمهور مستنيه، انما الفوز مهم جدا، الروح كانت موجوده ويمكن هو ده اللي اسعد الجمهور. جمهور الزمالك ما عندوش مشكله طبعا ان هو يتقبل خساره فريقه، انما هو عنده مشكله ان هو ما يتقبلش عدم الروح عند فريقه، وده اللي كان مزعل الجمهور الفتره الاخيره، ما كانش بيشعر ان اللعيبه بتنزل بتقاتل من اول دقيقه لاخر دقيقه، كان في نوع من انواع التراخي، نوع من انواع عدم الاكتراث بالمباريات، يمكن دوت اللي خسر الفرقه مباراتين على التوالي. لما بدات ترجع الروح وترجع عمليه الاصرار والرغبه في الفوز، كسب الاسماعيلي. الاسماعيلي فريق كبير جدا والفوز عليه مهم جدا في هذه المرحله، لان حضرتك قلت ان دي مرحله تجميع نقاط، اتفق معاك تماما. انما طبعا مطلوب بقى بعد الفتره اللي جايه دي، هيكون في فتره توقف طبعا، اكيد الجهاز الفني هيستفاد بيها ويعالج اخطائه، مستنيين بقى نشوف الفوز مع الاداء. نادي الزمالك اسمه مدرسه الفن والهندسه، فالجمهور بتاع الزمالك طماع، عاوز الاداء مقترن بالنتائج، وده نشوفه ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله بعد استئناف الدوري. استاذ عبد الناصر نفس السؤال، يعني مباراه الزمالك الاسماعيلي اكدت الزمالك على القمه برغم المنافس عنده ماتشات مؤجله، هيحصل بقى فيها ما يحصل الله اعلم، لكن الفوز كان مهم جدا للتاكيد على قمه الدوري الممتاز. هو بالتاكيد التاكيد الفوز الزمالك على الاسماعيلي ده ساهم في حاجات كتيره جدا. اولا عوده الروح للعيبه، الجماهير كانت في حالة غضب من أداء اللعيبة بعد هزيمتين متتاليتين، اللعيبة نجحت في إنها تتدارك الأزمة والكبوة اللي تعرضوا ليها في المباراتين والفوز على الإسماعيلي. بالتأكيد أنت في صراع المنافسة على لقب الدوري، مهم جدا إنك أنت الفترة اللي جاية تفكر في انتزاع النقاط الثلاثة في كل مباراة. يعني أنا بختلف مع الأستاذ محمد في نقطة، إن أنت دلوقتي غرضك وشغلك الشاغل هو انتزاع الثلاث نقاط بعيدا تماما عن الأداء. الأداء بيجي بالتدريج ويتحسن بالتدريج، لكن الشغل الشاغل في إطار المنافسة تجميع نقاط. يعني احنا بنشوف ياما، بنشوف فرق وأندية ومنتخبات ما بتظهرش كامل لياقتها وكامل مستواها الفني، لكن بتبقى شغلها الشاغل في مرحله تجميع النقاط، وده اللي ظهر. لو نرجع بالذاكره شويه لكاس الامم الافريقيه، كان في منتخبات ما كنتش تتوقع انها تنافس على بطوله او تنافس حتى تتاهل لمرحله المجموعات، لان كان غرضها وشغلها الشاغل هو تجميع النقاط للتاهل لمرحله المرحلات الاقصائيه. فبالتالي بعد ما تاهلوا المرحله الاقصائيه المستوى تطور. فانا شايف انك انت بتخرج من كبوه لهزيمتين متتاليتين امام انبي وطلائع الجيش بالفوز على الاسماعيلي، اعتقد ان المستوى بيتطور بشكل كبير، واعتقد ان المستوى النادي الزمالك هيظهر بشكل مختلف تماما امام النادي الاهلي في يوم 19/6 في
لقاء القمه اللي هو اول لقاء هيبقى في الدوري. طبعا اول لقاء هيبقى للزمالك امام الداخليه يوم 13 في كاس مصر دور ال 32، وبعديها يبقى على طول بست ايام لقاء القمه. فانا شايف ان ان كنت اتمنى ان اتحاد الكره يفكر في انه يؤجل مباراه القمه لحين خوض الاهلي مبارياته ومؤجلاته، عشان يحقق مبدا تكافؤ الفرص ما بين الفرق وبعضها البعض، لان المنافسه هتصبح زي ما قلنا محصوره ما بين الزمالك والاهلي في المنافسه على لقب الدوري هذا الموسم. فاتمنى ان اتحاد الكره يعيد ترتيب، خاصه ان في مباريات بتتاجل كتير، فيعني ايه المانع انك انت تاجل ترحل مباراه القمه لبدايه الشهر اللي جاي على سبيل المثال. الفترة استاذ محمد اللي هتسبق لقاء القمة تسمح بان النادي الاهلي يلعب كل مبارياته المؤجلة؟ لا مش صحيح. وانت مع ولا مش مع ان الزمالك يعني يطلب تأجيل المباراة؟ يعني انا مع وضد في نفس الوقت. مع ان لو تعذر طبعا خد الاهلي طبعا مؤجلاته، طبعا ده شيء صعب جدا لان عنده طبعا اربع مؤجلات، الفترة الزمنية تبقى قصيرة جدا، او ترحيل ماتش القمة هيبقى امر اعتقد صعب من الناحيه التنظيميه. انما من الناحيه الثانيه انا ليه كنادي الزمالك وكفريق ما بصش فقط غير على مبارياتي؟ السنه اللي فاتت الدوري الموسم الماضي الزمالك حصده والاهلي عنده مؤجلات كتيره. لان الزمالك كان بيلعب ومركز، بس هو الزمالك ما تاكدش فوزه غير لما النادي الاهلي لعب ماتشاته المؤجله كلها. ولكن كان الزمالك بيلعب ولا ينظر الى مؤجلات الاهلي. تمام، بيكسب. ماشي. انا مركز مع فرقتي ولاعبتي نازله تحصد 3 نقاط في اي مباراه، بغض النظر الاهلي عنده ماتش مؤجل او عنده 10 مؤجلات ما بوصش ليها خالص، هعتبر ان الاهلي كسب ال 10 مؤجلات، اتعامل على ان المنافس بتاعي كسب كل ماتشاته. انا انزل اكسب كل ماتشاتي. من هنا هتبقى مؤجلات الاهلي ليست لها اي قيمه بالنسبه لي يا كابتن. فانا مع ومع ضد، يعني لو تم تاجيلها مفيش مشكله. وايضا مفيش مشكله لو ما تمش تاجيلها. يعني الامر سيان بالنسبه لي انا على المستوى الشخصي، ما اعرفش طبعا حسابات الجهاز الفني ايه او الاداره. انما انا بتكلم انا لو ركزت مع فريقي وركزت ان انا نازل 3 نقاط وبجمع نقاطي وماليش علاقه بالمنافس، خسر اتعادل كسب انا بجمع نقاطي، انا اقدر في النهايه ان انا اوصل للدرجه اللي انا عاوزها من تجميع النقاط، وبالتالي افضل على قمه الدوري. صحيح. النهارده انا ماشي في مشواري، الاهلي ليه 4 مؤجلات، انما انا بلعب ومتصدر الجدول الترتيب 44 نقطه، بغض النظر الاهلي رجع كسب او خسر مش علاقتي، انا بنزل عشان عندي هدف واحد فقط لا غير، هو المكسب. الاهلي بقى يرجع يلعب امتى ما يرجعش امتى ما اشغلش بالي ابدا بيها، لان احنا عندنا اللعيبه دايما بتبقى عندها بتتلكك انها تتشغل باي حاجه. فانا لو قطعت الطريق على اللعيبه ان هو ما يفكرش الاهلي ليه مؤجلات او الماتش هيتاجل او هنطلب ترحيله، مش عاوز اشغله، انا عاوزه يركز فقط في تدريباته وفي الخطط اللي طالبها منه الجهاز الفني وكل واحد على حسب ادواره، ويركز في الملعب بتاعه فقط لا غير. ده وجهه نظري من ناحيه ان انا ااجل او ما اجلش. استاذ عبد الناصر، طبعا اكيد متابع قضيه كهربا طبعا وفوز نادي الزمالك بهذه القضية، وطبقا للأسانيد والأدلة والمستندات اللي قدمتها إدارة نادي الزمالك باسم الشيخ مرتضى، لأي مدى نجحت إدارة نادي الزمالك في حسم هذه القضية لصالح الزمالك؟ وفي نفس الوقت تتوقع إيه الموقف؟ لا، هو الزمالك كسب مكاسب كتيرة في القضية بتاعت كهربا تحديدا. يعني هو كهربا ما لعبش في الزمالك غير موسم واحد فقط لو تفتكر. صحيح. مكاسبه ماديه من صفقه كهربا، يعني تم اعارته لاتحاد جده السعودي مرتين، انعاش خزينه نادي الزمالك بمبالغ ماليه، وده بيرجع لتخطيط مدروس من قبل مجلس الاداره. برضه لما اتخذ قرار الهروب كهربا وانتقل للنادي الاهلي، نادي الزمالك حرص على الدفاع عن حقوقه كامله، وده اللي ظهر في تقديم المستندات والادله اللي تبرهن موقفه الى ان تم اتخاذ قرار بتوقيع عقوبه على كهربا. طيب دلوقتي هو كهربا دلوقتي بيفكر في ايه؟ دلوقتي هو كهربا اصبح لا بديل امامه غير انه سدد الغرامه، والا في جواب بالفعل راح من نادي الزمالك للمحكمه الرياضيه استعجال، لان فات على الميعاد 45 يوم حتى. تمام. وده دليل على ان زي ما بقول لك يا كابتن ان هو كهربا زي ما بنقول
دلوقتي بيتوسل لمجلس اداره نادي الزمالك، بيتوسل لمجلس اداره نادي الزمالك ان هو يعني يعفو عنه. لا احنا ما وفي وسطاء بيتدخلوا في الموضوع ان هم يحلوا الموضوع بشكل ودي. دي معلومه ولا لا؟ معلومه جد معلومه فعلا. وقالها استاذ احمد مبتضى، قال في وسطاء فعلا تدخلوا في الموضوع. وقالها هنا عندنا في برنامج وكان فعلا في وسطاء بيتدخلوا في الموضوع، لكن نادي الزمالك ومجلس ادارته بمنتهى الشفافيه حريص على ان هو يدافع عن حقوق هذا الكيان، حقوق نادي الزمالك، لان مجلس الاداره انتخبوه اعضاء جمعيه عموميه، فبالتالي هو يدافع عن حقوق هذا النادي. والدفاع عن حقوق هذا النادي ما بيتمش بالتنازل عن اي عقوبات تم توقيعها على لاعب معين، لا بالعكس، ده انا شايف ان القرار اللي بيتخذه مجلس اداره نادي الزمالك الحالي ده كارت انذار وعين حمراء لاي لاعب يفكر ان هو داخل نادي الزمالك يسلك هذا الطريق، وان صحيح. هو في وسط عقده يتخذ قرار بالهروب. صحيح. وانت والدليل على كده انت برضو بتشوف لعيبه بتمشي من نادي الزمالك وبرضو بتفكر انها ترجع تاني. صحيح. في لعيبه كتير يعني. استاذ محمد، يمكن قصه كهربا ما زلنا فيها طبعا، وبرغم الشائعات اللي احاطت بهذه القصه وان نادي الزمالك موقفه ضعيف ونادي الزمالك مش عارف ايه وان نادي الزمالك ما مالوش حق في هذه القصه، ولكن الزمالك قدر انه يثبت انه له حق في هذه القصه وفي القضيه وكسب القضيه وحكم بالفعل على كهربا. راي حضرتك في هذه القصه، وهل فعلا زي ما قال الاستاذ عبد الناصر ان نادي الزمالك يعني في ناس توسطت بالفعل ونادي الزمالك رفض هذا هو مبدئيا هذه القصة؟ كرأي في القضية مفيش أكتر من الحكم إن هو يرد على أي حد عاوز يبص على القضية. طيب. طبعا الحكم أصبح بات ونافذ وأثبت صحة موقف إدارة نادي الزمالك بنسبة 100%، لأن وقت انتقال كهربا للدوري البرتغالي للفرقة اللي هو لعب فيها ديت أشيع إن الولد فسخ تعاقده لأن كان في تزوير أو في وطعن على عقده وكلام من ده، ولكن في حاجة اسمها محكمة رياضية هي اللي بتبت وبتحكم ما بين اللعيبة والأندية. طبعا ظهور الحكم بهذه السرعة وبشكل واضح وصريح أثبت طبعا عدم صحة اللاعب وصحة موقف إدارة نادي الزمالك، ودوت للأسف الشديد يعني بخلى الجمهور يبقى حزين لما الحكم ده طلع ليه، لان لو كان مجلس الاداره وقت قضيه النقاز كان موجود ما كانش اتحكم للاعب بالقيمه الماليه اللي اتحكم بيها على النادي. ليه؟ لان وقتها اللجان اللي كانت مسؤوله عن هذا الملف لم تكن تعي بشكل كامل اللوائح والقوانين الدوليه الحاكمه والعلاقه ما بين اللاعب والنادي او صيغه العقد بالظبط يعني. وقتها حتى الاستاذ مرتضى طلع وقتها وقال انا اتكلمت مع مسؤولي اللجنه وقلت لهم ما تترجعوش لا او ما تتعاقدوش معي لان احنا موقفنا سليم وموقفنا قوي واحنا اللي هنكسب القضيه. فطبعا قضيه الكهرباء اكدت هذا الموقف. طبعا اصبح الموقف الان مكسب معنوي كبير جدا قدام جمهور نادي الزمالك، لان اداره النادي دفعت عن حقوقها وسلكت الطرق الشرعيه، وبالتالي هي خدت المكسب المعنوي قدام جمهورها. مكسب مادي ايضا طبعا، لان طبعا في قيمه غرامه وغرامه كبيره جدا هتنعش خزينه النادي. فطبعا من اول القضيه او من اول الحكايه الاخيره هي مكاسب للنادي الزمالك. وطبعا شفنا المستوى الفني او المردود اللي قدمه اللاعب بعد خروجه من النادي لا يساوي مباراه واحده مع نادي الزمالك. صحيح. اذا المكسب وحده عند نادي الزمالك والخساره كلها عند اللاعب اللي هو قرر ان هو يسيب النادي من الباب الصغير، لغى تاريخه مع النادي، لغى مستقبله مع النادي، وفي الاخر هو اللي خرج خسران من هذه القضيه. تمام. في قصه مشابهه يا استاذ عبد الناصر لقصه كهربا وهي قصه مصطفى فتحي. طبعا. وحتى الان اداره نادي الزمالك حتى النهارده مصطفى مرتضى بعت جواب لاداره التعاون السعودي ل ارسال بقيه المستحقات. بقيه المستحقات 400,000 دولار. للسنه الثانيه والثالث. دلوقتي مصطفى فتحي فرقته هبطت. مش هبطت لسه يعني شبه. يعني على حافه يعني لسه لسه الامور ما اتحسمتش يعني فاضل مباراه. مباراتين اعتقد او مباراتين. مباراتين او مباراه يعني. راي حضرتك في هذه القصه والى اي مدى نادي الزمالك ممكن يستفيد من مصطفى فتحي فنيا لو رجع نادي الزمالك؟ لا هيستفيد كتير من مصطفى فتحي. مصطفى فتحي برضو من العناصر اللي هي
مؤثره في نادي الزمالك. هل ممكن ماجد زارع او فيريرا او امير مرتضى او مصطفى مرتضى يوافق ان مصطفى فتحي يرجع تاني بعد ما قعد معاه وقال له اقعد، قال له لا انا عايز امشي؟ لا اعتقد ان مجلس الاداره يعني بيتفهم وجهه نظر الجهاز الفني، هو هيترك الكره في ملعب فيريرا. فيريرا موافق ان هو يرجع تمام، مش موافق انه يرجع خلاص. لكن احنا عايزين خلينا نتكلم في نقطه مهمه جدا، اللي هي ان الملفات ان هو بحث مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه المستشار مرتضى فيما يتعلق ب الحصول على حقوق النادي، يعني تحرك في ملف كهربا، تحرك في ملف مصطفى فتحي والمستحقات، وبيتحرك حاليا برضه في ملف مصطفى محمد. صحيح. ودفع اللي هو ال 4 مليون دولار. ولو ما سددش وفقا للعقد لغايه 30 يونيو، لو ما تسددش ال 4 مليون دولار بعدها ب 48 ساعه يصبح من حق نادي الزمالك. ده وفقا للعقد المنصوص ما بين نادي الزمالك ونادي جلطة سراي. فبالتالي انا شايف ان اعتقد ان هي المكاسب، لا مكاسب بالجمله فيما يتعلق فيما يتعلق بتلك الملفات. يتبقى بس الملفات المهمه اللي هي ملف تجديد تعاقد اللاعبين، ملف اللاعبين اللي هو كل ده، ملف اللاعبين الراحلين عن النادي، ملف الصفقات الجديده، كل ده هيبقى متروك ما بين مجلس الاداره والجلسه ما بين مجلس الاداره وفيريرا. فيريرا اكيد هيعرض طلباته، مجلس الاداره هيناقشها من كل الجوانب لتمهيدا لاختيار الصفقات اللي هي تساهم في تحقيق البطولات الموسم اللي جاي. طبعا احنا طموحاتنا بلا حدود الموسم اللي جاي، طموحات نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك المنافسه على لقب دوري ابطال افريقيا الموسم اللي جاي ان شاء الله. فبالتالي انا شايف ان مصطفى فتحي عودته تبقى مكسب، ولكن وفقا لوجهه نظر الجهاز الفني. الجهاز الفني. استاذ محمد، نادي الزمالك مقبل على موسم يعني قوي جدا الموسم القادم بعد ما القيد يفتح ان شاء الله باذن الله، ومشكله المستحقات تحل، ومصطفى مرتضى يمكن وعد ان هو ان شاء الله هيدفع الفلوس اللي هي بصددها وقف القيد. هي المفروض في فلوس المفروض تكون دخلت خزينه النادي اوريدي. يعني انا بتكلم على ان الزمالك يدفع فلوس الغرامه على اساس وانا القيد بتكلم يتفك. عن الفلوس اللي مصطفى محمد او مصطفى فتحي كل الفلوس ديت منتظر، وغرامه كهرباء بما فيهم. صحيح. الفلوس دي لو وصلت مش هيبقى في اي مشكله ان هو يسدد الغرامات الموقعه عليه للفرق البرتغاليه. في اعتقادك كده الاماكن اللي ممكن نادي الزمالك يحتاجها فنيا الموسم القادم من خلال رؤيتك لتيم الزمالك السنه دي، وبقى لنا دلوقتي فترتين قيد ما دعمناش. مفيش تدعيم. طيب هو لو هنتكلم عن المراكز اللي محتاجه تدعيم هيبقى بناء على رغبه اللعيبه اللي عايزه تسيب النادي او ما تكملش المشوار. عشان اللي عندنا. اللي عندنا طبعا. لان في كلام ان مثلا او بناء على وجهه نظر المدير الفني. بالظبط، يعني هو ممكن مثلا طارق حامد هل هيستمر ولا مش هيستمر؟ استمرار طارق حامد معنى كده ان احنا محتاج ديفندر جنبه كمان. بس هنفترض ان طارق حامد قرر ان هو ينهي تعاقده او ما يجددش وما يكونش موجود الموسم اللي جاي، في الحاله دي هيكون محتاج اثنين ديفندر مش واحد بس. بالنسبه لمركز راس الحربة اعتقد ان الفريق محتاج راس حربة اجنبي يكون اقوى من الموجود حاليا سيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري بيديني ماتشات واحيانا بيكون بيغيب عنه التوفيق، عمر السعيد بينزل احتياطي بينجز وبيأدي المهمه اللي عليه، ولكن نادي الزمالك محتاج راس حربه ما بيفوتش ماتش من غير اجوان. فاعتقد ان الفريق محتاج راس حربه طبعا على مستوى عالي جدا، وطبعا الديفندرين زي ما قلت لحضرتك دول اهم مركزين ممكن الفريق او الجهاز الفني يفكر فيهم قبل بدايه الموسم الجديد. طبعا بقى نرجع تاني ونقول هل هيستمر مثلا بن شرقي، هل هيستمر ابو جبل، محدش عارف. في نهايه الموسم اقدر اقول لك اذا كانوا موجودين مش محتاجين في مراكزهم اي تدعيمات. صحيح. انما طبعا لو بن شرقي ما جددش او ابو جبل قرر ان هو يخوض تجربه الاحتراف اكيد هنكون محتاجين تدعيم مركز حراسه المرمى، رغم طبعا وجود عواد ان هو حارس مميز جدا ويقدر يشيل الفريق، لكن محتاجين طبعا هيكون حارس اخر طبعا بجانبه. بن شرقي لو مشي هنكون محتاجين طبعا جناح ايسر يشيل مركزه وهو اللي يكون الاساسي في الفريق. فطبعا دي هتبان مع اقتراب نهايه الموسم يا كابتن، انا مش عايز اقول دلوقتي بشكل جازم، انما طبعا ده وفق
طبيعه الفرقه الموسم في نهايه الموسم، مين قاعد معايا ومين هيمشي. وطبعا الكلام في النهايه هيكون مشترك ما بين اداره النادي وما بين الجهاز الفني. الجهاز الفني قال ان الجهاز الفني هفترض ان هو طلب بقاء بن شرقي وطارق وطلب بقاء كل لعيبه، انما اللعيبه ما عندهاش رغبه انها تفضل، هل الاداره هتجبرها؟ اكيد لا طبعا. وقتها هتبقى بقى في بقى حلقات مناقشه ما بين المدرب وما بين الاداره، واكيد هم حاليا مجهزين عناصر بديله ومجهزين خطه اولى وخطه ثانيه وخطه ثالثه، لان طبعا اكيد الفريق لا يدار بالصدفه. فهم مجهزين اكيد وعاملين حسابهم استمرار سين في حاله استمرار لعيبه معينه هيبقى في لعيبه كذا، بالظبط عدم استمرارهم هيبقى في كذا. طيب طبعا خطه. هروح للاستاذ عبد الناصر. سؤالي بصيغه تانية، ان الاداره اعلنت من قبل عدم التجديد لسين وصاد من اللعيبه بناء على موقف من اللعيبه. راي حضرتك في 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 هذا القرار؟ ولو اللعيبه دي رجعت تجدد تاني، هل من الممكن ان المستشار المرتضى ومجلس اداره يقدروا ان هم يتعاقدوا معاهم بشكل او يجددوا التعاقد يعني؟ من وجهه طيب. نظرك انت؟ من وجهه نظري القرار اللي تم اتخاذه من قبل قرار صائب من 100%. ليه؟ لان مفيش لاعب يلوي دراع نادي صنع اسم هذا اللاعب. صحيح. خلينا نكون متفقين، نادي الزمالك صنع اسماء لاعبين، كلنا الزمالك صنع اسماءنا طبعا طبعا. فبالتالي ما ينفعش انا الوي دراع هذا النادي، لا بالعكس، ده انا اخدم هذا النادي. والدليل على كده في نماذج كتيره في الفتره الاخيره تحديدا مفروض ياخدوهم قدوة فيما يتعلق في تلك المسألة. يعني عندنا زي شيكابالا، شوف جدد ازاي، ده جدد على بياض ومن غير اي مشاكل. عبد الشافي ما لسه كنت هقول محمد عبد الشافي مثلا بدون اي مشاكل. فبالتالي ليه انا افتح المشكلة لو انا مش عايز اجدد ومش عايز استمر وعايز امن مستقبلي؟ وحازم امام وكابتن حازم امام اول الحاضرين كان لجلسه التجديد، اللي هو لما حدد المستشار مرتضى جلسه للعيبه كان كابتن حازم امام. هو انا عايز بس اقول حاجه، هو حازم امام مش رايح علشان هو سنه كبير ولا هو مثلا مش هيلاقي حته؟ حبا في الكيان. بالظبط طبعا، حبا في الكيان. ده اللي دفع حازم، عشان الناس بتقول ما حازم امام راح، ما هو يعني انت فاهم قصدي؟ لا حازم لحد النهارده بتجيله عروض. بالظبط، حبا في الكيان. وده ده 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 دليل على ان كابتن النادي، كابتن النادي القدوه. قدوه يعني هو بيرسخ مبدا لبقيه اللاعبين، بيقول لهم انا ككابتن نادي الفريق الكره بتاع نادي الزمالك برسخ مبدا ان انا مستعد اوقع على بياض ومستعد اخدم النادي حتى لو ببلاش. فده دليل على ان هو المفروض بيرسخ مبدا لبقيه اللاعبين. اما في حاله ان هم اللعيبه رضخت لقرار مجلس الاداره وعايزين يجددوا لنادي الزمالك، اعتقد ان مجلس الاداره بشروط النادي زي ما قال المستشار مرتضى، بس كده بشروط النادي، هحط شرط معين، هحط سقف مالي معين. ما اكيد مجلس الاداره عايز يحقق الاستقرار لفريق الكوره، فبالتالي مش عايز يخلق او يعمل فارق في الفئات، توازن في العقود، توازن في العقود ما بين اللعيبه وبعضها البعض. انا قلت الكلام ده من شويه. فبالتالي انا شايف ان هو هيحط سقف معين، اللعيب اللي عايز يوافق اهلا وسهلا على التجديد، الا اللعيب اللي مش عايز يجدد عقده زي ما قال المستشار مرتضى هنعمل له حفل تكريم تقديرا للفتره اللي قضاها داخل نادي الزمالك، ومع السلامه وروح احترف وخد تجربه احترافك في اي نادي اخر. احنا بنعيش في عصر احتراف، فبالتالي المجال مفتوح امام الجميع. هي المساله مساله عرض وطلب. انا كمجلس اداره نادي الزمالك انا عارف امكانياتي الماديه ايه، فبالتالي انا بقول لك السقف المعين اللي انا حاطه هو ده. انت عايز تجدد اهلا وسهلا، مش عايز تجدد اهلا وسهلا برضه. وخلي بالك اصل السقف ده مش قليل، مش قليل. نادي الزمالك بيحط مبالغ محترمه جدا، ومرتضى منصور ساخي جدا مع اللعيبه في القصه دي. سالنا انا ما هو احنا مواصلين المستشار مرتضى في السنين اللي فاتت كلها. فبالتالي احنا شايفين ان هو حريص، انا زي ما بقول لحضرتك حريص ان هو ما يخلقش جو من الغيره او بين اللعيبه بعضها البعض. لا، انا عايز اعمل توازن ما بين لاعب الفئه الاولى، الفئه الثانيه، الفئه الثالثه، ما اخلقش في التوسيع في العقود ما بين اللعيبه وبعضها البعض، لا، عشان اوفر اكبر قدر من الاستقرار. ودي خطه مدروسه وخطه ممتازه جدا بيعملها مجلس الاداره الحالي. فانا شايف ان العمليه زي ما قلنا مساله عرض وطلب. انا مستعد اوفر لك المبلغ بس مش بشروطك انت، لا، بشروطي انا كنادي الزمالك، وانا عارف قيمه نادي الزمالك وعارف قيمه لعيبه نادي الزمالك. صحيح. وبوفر لك امتيازات اخرى، يعني اكيد انا هوفر لك امتيازات اخرى. تمام.
استاذ محمد نبيل، يمكن هننتقل لقضيه اخرى وهي قضيه منتخب مصر، و مش عايز اقول اختيار ايهاب جلال رايك فيه ايه، لان خلاص الراجل بقى امر واقع. لا بقى امر واقع يعني فاهم، ولابد ان احنا نسنده بالظبط خلاص، ولغايه لما نشوف النتائج الراجل اللي حقق نتائج كويسه اهلا وسهلا. بالظبط لا قدر الله حصل العكس، ده دورنا حاليا، احنا دورنا دلوقتي لا بالظبط نساند او نسال هو مش صح كده ولا ايه المهمه لايهاب جلال. لا مش صح الكلام ان احنا نساند في الفتره طبعًا دي، طبعا طبعا مسانده مطلوبه، مسانده مطلوبه، مساله ده مدرب مصري نناقش انتهت من وقت اعلان اسم ايهاب جلال. حاليا احنا كلنا في ظهر ايهاب جلال لان هو بيمثل منتخب مصر، احنا بالنسبه لنا ايهاب جلال مش شخص ايهاب جلال فقط، هو منتخب مصر. صحيح. اي لعيب بيخلع فانيله ناديه وبيلبس فانيله المنتخب الجمهور بالكامل بيهتف باسمه. ما بيفكرش ده من الاهلي من الزمالك من الزمالك، ده منتخب مصر. فدورنا وواجبنا حاليا ان احنا نقف في ظهر المنتخب ندعمه، ننتظر المباريات الرسميه، ننتظر المردود اللي هيقدمه لنا كابتن ايهاب مع المجموعه اللي تم اختيارها، والكل وقت حديثه، انما حاليا لا نملك الا ان احنا ندعم المنتخب، نقف في ظهر الكابتن ايهاب، نرفع من روح المعنويه عند اللعيبه بالكامل. طبعا هيكون عنده ازمه لما ترجع له لعيبه الاهلي طبعا بعد خسارتهم لنهائي دوري الابطال الافريقي. فطبعا هيكون عنده محمد صلاح برضو بعد خروجه، ومحمد صلاح طبعا بعد خسارته برضو. ايه الحكمه ان هو ياجل اسماء لعيب الاهلي بعد المباراه؟ في ممكن لعيب يصاب حكمه معينه يعني، في ممكن لعيب يصاب او مثلا عاوز يدي فرصه للعيبه انها تركز مع فريقها في النهائي ومش عاوز يشتتهم باختيارهم او باستبعادهم. بالعكس ده شيء يحترم عليه كابتن ايهاب ان هو دعم النادي الاهلي بصوره معنويه، ان هو جنب لعيبته تشتيت التفكير او ان هو يفكر اذا كان موجود في من ضمن العناصر المختاره للمنتخب من عدمه، وكمان بينتظر لا قدر الله لعيب اصيب ما اصيبش، ما يكونش اللعيب اللي هيخش مكان اللي اصيب حاسس ان هو جاي كلعيب احتياطي. فدي دي ممكن يعني، انما دلوقتي كل دورنا ان احنا نقف ورا المنتخب ايا كانت الاختيارات، ايا كانت العناصر اللي هتنزل تلعب اولى المباريات في التصفيات الافريقيه، كل طبعا الدعم للمنتخب وربنا يوفقهم يا رب ان شاء الله. كابتن ايهاب يمكن انتهج اسلوب جديد في الاختيارات، اخذ 44 لعيب وبعد كده صفاهم الى 25 منهم 21 النهارده، وفي اربعه من النادي الاهلي هيتنمبوا هينضموا بكره لما يوصل الاهلي ان شاء الله. ايه وجهه نظرك انت من قصه اختيار 44 ثم 25؟ لا هي اكيد وجهه نظر اللي هو ان هو عايز يشوف اللعيبه بتاعت الدوري واللعيبه اللي هيضمها للمنتخب بشكل اوسع واكبر، مع ان انا مش شايف جديد في يعني انت اخترت 44 لاعب وصفتهم على 25 لاعب وهم نفس اللعيبه اللي كانت مشاركه مع كارلوس كيروش. باستثناء كم عنصر ضمهم جديد، في عناصر جديده، في زناري، في كناريا، في محمد ابراهيم، انا المندهش منه بس طارق في انا المندهش منه قرار استبعاد عواد، يعني هو قرار غريب انا مش فاهم ليه، يعني على الرغم ان هو محمد عواد شارك في مباراه اسوان في كاس مصر وشفنا مستوى متالق بشكل ازاي، صد ضربتين جزاء على حساب مين؟ في على حساب مثلا ممكن محمود جاد. هو محمود جاد مصاب مصاب انا ده المندهش منه يعني. هل ممكن يستدعي عواد في الفتره الجايه لو عواد استمر، لو جاد استمرت اصابته؟ ما هو ما فيش مفر قدامه، بس انت هو مصاب دلوقتي، ليه انا ما اديش امنح ثقه لعواد بعد تالقه في الفتره الاخيره وشفناه مستواه ازاي متطور من مباراه لاخرى، صد ضربتين جزاء، تألق بشكل ملحوظ في مباراة أسوان، شفناه يعني استحق نجم مباراة أسوان في كاس مصر، ليه ما ادلوش فرصة في المنتخب حتى لو كان يقعد على الدكة؟ أكيد مش هيلعب على حساب محمد الشناوي ومحمد أبو جبل، دول أمر مفرغ منهم، لكن اديله فرصة التواجد في المنتخب ولو مكافأة، على مكافأة معنوية، دي بتساهم أكيد الانضمام لمنتخب مصر شرف لأي لاعب، شرف وأمنية وحلم بيتمناه أي لاعب. لكن الاختيارات انا شايف الاختيارات، انا مع اختيار مثلا محمد ابراهيم، محمد ابراهيم تألق في الفتره الاخيره ما كانش واخد حقه طول الفتره اللي فاتت. محمد ابراهيم يستحق التواجد في المنتخب، يستحق التواجد في المنتخب، يستحق ان يشارك مع المنتخب، يستحق محمد ابراهيم ان يشارك مع المنتخب في مباراتي غينيا واثيوبيا. يعني انا شايف ان هو
بشكل منطقي هيختار لعيبة النادي الأهلي. أربعة من النادي الأهلي هيكون غالبا محمد الشناوي، هيكون غالبا متوقع حمدي فتحي، عمرو السولية، وممكن محمد هاني. يعني محمد هاني تم استبعاده، هو وقفش. يبقى محمد شريف اعتقد ممكن يخش. محمد شريف، شريف. ممكن عبد القادر، ممكن عبد القادر، ممكن ممكن عبد القادر، عبد القادر ممكن. فهي المفضله هتبقى ما بين الاثنين. استبعاد قفشه برضو عشان يكون على محمد ابراهيم بيأدي نفس الدور اللي بيأديه قفشه في الملعب، ولكن محمد ابراهيم مستواه بيتحسن ومستواه متطور ومن الاعمده الاساسيه اللي انت لو تشوف محمد ابراهيم وادائه في الملعب لا متطور واكتسب الثقه والحساسيه المباريات بشكل كبير جدا، فيستحق التواجد في المنتخب. قفشه بتلاقيه في الفتره الاخيره على دكه البدلاء في النادي الاهلي، فبالتالي مستواه مش زي الاول بشكل كبير. فبالتالي الاختيارات انا شايف بعض الاختيارات امر منطقي، وبعض الاختيارات الاخرى تحتاج اكيد هتحتاج لدراسه من قبل ايهاب جلال الفتره اللي جايه. هو بيقولوا لي دلوقتي استدعى 7 لعيبه من النادي الاهلي، منهم قفشه، الشناوي، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، حمدي فتحي، السولية، عبد المنعم، قفشه. ده كده اختارهم كلهم. عبد المنعم مصاب. ده كده اختار يعني هو حطه معاه يعني في عبد المنعم هيشفى بعد المباراه الثانيه لانه عندك 15 يوم ممكن يخف خلال 15 يوم دول. الماتش الثاني طبعا. يعني انا شايف ان هو يعني كده يبقى 28 لعيب معاه في الماتشين. 28 لعيب. 25 زود 3 لعيب. زود 3 لعيب. يعني هو كده اخذ لعيبه النادي الاهلي اللي هو كان مختارها في القائمه الاوليه، اختارهم كلهم. كلهم فانا شايف استاذ محمد قبل ما نمشي النقطه دي بعد اذنك بس عايز ما انا هسالك نفس السؤال يعني على المنتخب برضه. لا على ال 44 لاعب ثم 25 او 28 لاعب. تمام. هنبدل الادوار بعد اذنك. اتفضل. حضرتك طبعا كنت لعيب كبير. شعورك ايه لو كان تم استدعائك على الورق فقط لغير الانضمام لمنتخب مصر ثم فوجئت ان انت مش موجود في المنتخب؟ هزعل. طب النهارده ما هو العائد على ال 18 او ال 13 لاعب اللي تم؟ هو بيقولوا ده قرار وزاري بيطلع علشان لو في يعني في سفريه مثلا اثيوبيا، وانا كجهاز في سفريه لملاوي مش عارف. لا في سفريه لملاوي القرار الوزاري بياخد وقت، ده لحد علمي يعني انا ده تفسيري لان انا عارف كويس قوي اختيار المنتخبات بيروح الشباب الرياضه عشان ياخد موافقات القرار الوزاري. القرار الوزاري بياخد وقت فبيحط في اعتباره 40 لعيب او 45 لعيب عشان لو لا قدر الله لعب المباراه الاولى مثلا وحد اتعور، حد جاله كورونا، حد كان ممكن يبقى البديل جاهز. يبقى البديل جاهز. يبقى البديل جاهز. يا كابتن تبقى موجودة. بس هو القصه في اعلانهم. موجوده شغل اداري فقط لغيره ولا يتم اعلانهم للاعلام. ما انا بقول لك انا النهارده كلاعب تم اقول لك يعني ممكن يقولهم للقرار الوزاري لكن ما يعلنهمش. احنا قلنا ان احنا هنساند وكل حاجه ونقف ورا الكابتن ايهاب، بس احنا بنتكلم في الموقف دوت كان موقف غريب، اول مره تحصل ان وهم طلع الجهاز الفني كابتن محمد شوقي طلع قال ان كانوا 78 لاعب وتم تصفيتهم ل 44 لاعب تم اعلانهم، وفي النهايه المعسكر هيبدا ب 25 لاعب. وبدا ب 27 اهو. 27. طب ما هو الفائده التي عادت على هؤلاء اللاعبين اللي تم اعلانهم على الورق فقط لغير؟ وانت ما خدتهمش غير 3 4 ايام. انت حضرتك قلت انت كلاعب ما خدتهمش غير 3 4 ايام. لا هو ما خدهمش خالص. ما خدهمش خالص، هم على الورق. هو اعلن وبعدين خد ال 25. طب انا ليه اعلنت 44 لاعب؟ ليه كسرت بنفس اللعيبه ديت؟ طب ما انا كنت اخد جوازاتهم واطلع لهم تاشيراتهم وكل الكلام دوت واطلب منهم عدم الافصاح عن الكلام لاي وسيله اعلاميه او ما تكتبوش على صفحاتكم الخاصه. علشان على الاقل اللعيب دوت ما يكونش عنده كسره قدام الجمهور ان هو تم استبعاده على او استدعائه على الورق فقط لغير، انما على ارض الواقع هو مش موجود على الخريطه بتاعت المنتخب. كانت دي بالنسبه لي امر. طيب الجزئيه الثانيه مين زي استاذ عبد الناصر يمكن قال عواد من ضمن اللعيبه اللي كان ممكن تخش في القائمه الاوليه لمنتخب مصر، مين في من وجهه نظرك استاذ محمد ظلم برضو في قصه دي اذا كان عندك حد ظلم مثلا؟ انا مش عارف بس القائمه بالظبط اقولها لك اهي. قول لي يا فندم. عندك ابو جبل، محمد صبحي، محمود جاد، عمر جابر، عمر كمال، محمود علاء، الونش، احمد حجازي، احمد فتوح، النني، مهند لاشين، احمد حمدي لاعب كندي اللي هو محترف في كندا، امام عاشور، محمد صلاح، احمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، محمد ابراهيم، ابراهيم عادل، احمد عاطف، مصطفى محمد. في 7 بقى من الاهلي داخلين عليهم. اللي هو زي ما قالوا لي دلوقتي تم اختيارهم بعد ماتش النهارده. والله بص يا كابتن، قصه ان في لعيب اتظلم ولعيب ما اتظلمش هي في النهايه بتبقى وجهات نظر، ممكن اكون انا عندي قناعه بلعيب معين ولكن المدير الفني ما عندوش نفس القناعه بنفس النسبه، وهو مثلا
انا مثلا كنت اقدر اقول او جمهور مثلا الاهلي يقول ازاي قفشة ما يكونش موجود، المدرب مش مقتنع بيه ما خده. انا بقول مثلا على سبيل المثال، مش بقول ان هو تم استبعاده يعني، او مثلا يقول مثلا ان المفروض شيكابالا يكون موجود وتم استبعاده، المساله بتبقى نسبيه. فانا ما اقدرش اقول ان هو ظلم او ما ظلمش اي لعيب في الدوري الا ما بعد اشوف المردود بدايه المباريات مع كابتن ايهاب. هل العناصر اللي هو تم اختيارها هل بتأدي لي النتيجه المطلوبه مني كجمهور ولا ما بتأديليش؟ لو ما بتأديليش اذا انت عندك اخطاء كبيره في الاختيارات، وهنبدا نطلع وجهات نظرنا. انما في الوقت الحالي انا مش هقدر احكم ولا اقول ان في لعيب كان المفروض يكون متواجد وتم استبعاده لحساب لعيب اخر. على الاقل علشان احفظ تركيز ومعنويات اللعيب اللي تم استدعائه في نفس المركز، انا مش عاوز امشي في السكه ديت. انما دوت هيكون فقط في اول مرتين، غينيا واثيوبيا، هنشوف. والله حصلنا على 6 نقاط، تعظيم سلام يا كابتن ايهاب، واستمر وربنا معاك واحنا وراك. حصل لا قدر الله عكس ذلك، لا هيبقى في كلام مختلف. كيفيه الاستعداد يا استاذ عبد الناصر للمرحله المقبله، مرحله مهمه، تصفيات افريقيا بالنسبه للكابتن ايهاب، كيفيه الاستعداد لهذه التصفيات كيف تراها؟ هي يعني مفيش ماتشات وديه اتعملت، مفيش فيفا، دي القصه كلها انك هتلعب كوريا بعد الماتشين اعتقد، بعد الماتشين. يعني انا شايف مش قبل الماتشين يعني، لان فتره زمنيه ضيقه اعتقد. يعني هو ما عنده ازمه ان هي كانت نهائي دوري ابطال افريقيا، نهائي دوري ابطال اوروبا، عندك فحط الماتشين. حتى هو يشكر ان هو الاتحاد الافريقي ان هو اجل مباراه المنتخب يومين ثلاثه، لان هي كانت هتبقى المفروض يوم اثنين، كانت لعيبه الاهلي هترجع بكره، فهتبقى في فتره زمنيه ضيقه، لا اتاجلت 3 ايام او يومين، بقت 5 بدل 2. فانا شايف، انا بالنسبه لي انا شايف ان الاستعدادات ما نقدرش نقيم نقول في استعدادات، لان هو حتى الان بقول لك كيف يستعد، كيف يستعد ما هو كيف يستعد جلال. كيف يستعد؟ هو استعداد جوه التفكير. هو ايهاب جلال عارف طبيعه الكره المصريه، هو درب كذا نادي مصري، فعارف بشكل كبير طبيعه اللعب المصري. هو المهمة ثقيلة عليه فيما يتعلق بالعلاج النفسي للعيبة النادي الأهلي، العلاج النفسي لمحمد صلاح بعد الهزيمة في دوري أبطال إفريقيا ودوري أبطال أوروبا. فبالتالي الاستعداد إن هو درس المنافس المنتخب الغيني بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة. طبعا الجهاز الفني المعاون برضو محمد شوقي وعصام الحضري طبعا كانوا متواجدين ايام كارلوس كيروش، فعارفين كل صغيره وكبيره داخل المنتخب، اكيد التعاون ملموس ما بين افراد الجهاز الفني، فبالتالي هم هينقلوا له معلومات ويساندوا الكابتن ايهاب جلال الفتره اللي جايه. انا شايف ان هو المباراه الاولى وضربه البدايه الاولى امام غينيا هي حياه او موت، حياه او موت، لان المباراه الاولى خاصه المباراه في القاهره، في استاد القاهره، وهتبقى أمام الجماهير، هتتواجد في ملعب المباراة بشكل كبير، وهيكون محط الأنظار بشكل كبير الكابتن إيهاب جلال، لأن هو أول اختبار دولي للكابتن إيهاب جلال. فبالتالي الأضواء لن تكون مسلطة على اللاعبين داخل الملعب، لا، هتكون مسلطة على الكابتن إيهاب جلال في أو ضربة البداية للتصفيات، في طريقة اللعب وفي طريقة إدارة المباراة، تقييم. بس مش من أول ماتش يعني، هو أول ماتش اللي هيبين حاجات كتير، هو الامبريشن او الانطباع هو الاولاني، هو الانطباع الاولاني اللي هو بيخليني اتفائل او اتشائم، هيفضل في الذاكره بقى، واللي هتفضل في الذاكره. وهو كابتن ايهاب جلال برضو من النوع اللي هو ايه، اللي هو حطه في اعتباره ان هو لازم انا اظهر بالشكل كويس، رغم ان في بعض انتقادات كانت موجهه لي وكانت موجهه لاختيار الكابتن ايهاب جلال. طب دي يا استاذ محمد ما تبقاش ضغوط على ايهاب جلال، ما تعملوش نوع من التوتر شويه، القلق ده، لو هو يعني مش ما عندوش ثقه في اختياراته او ها؟ اي مدرب في العالم لازم يكون عارف ان هو هيواجه ويمارس عليه ضغوط شديده جدا كانتقاد تمام لشخصه او لاسلوب لعبه او لطريقته. صحيح. لو كابتن ايهاب غير مؤهل للتعامل مع الضغوط، اذا لا يصلح لقياده منتخب مصر او لا يصلح لقياده اي فريق. اي مدرب لازم يكون عنده ثبات انفعالي، لازم يكون عنده ثقة في نفسه وعنده ثقة في اختياراته، ولازم ان هو يتعامل من هذا المنطلق. انما لما هو يتأثر بالضغوط وان هو يتأثر بالانتقادات الموجهة لسبب اختياره من البداية،
هتبقى هنا مشكله كبيره جدا. يبقى اذا هو مش مدرب مش ملم بكل الادوات. طبعا زي ما بيقول عبد الناصر كده ان ضربه البدايه هتكون حياه او موت، لان كابتن ايهاب هو عارف ان هناك فريقين، فريق متربص ليه اللي هو كان ضد تعيينه، وفريق هيكون مساند ليه طبعا لو كسبنا ان شاء الله المباراه الاولى. صحيح. فبطبيعه الحال هو مجهز نفسه لكل السيناريوهات، وطبعا هو عنده ميزه طبعا ان المباراه على ملعبنا ان شاء الله، فباذن الله يكون الدعم الجمهوري الكبير ونقدر. والمباراه الثانيه فرصه ان انا في ملاوي مش لا مش في اثيوبيا يعني، عارف بره تعتبر في ارض محايده. ارض محايده يعني في مفيش احلى من كده. وانت كمدير فني البدايه بتاعتك مش مع مع منتخبات التصنيف الاول في القاره الافريقيه، فعندك فرصه كبيره ان انت تبدا تعمل ارضيه مع الجمهور وتكسب ثقه الجمهور كله. قدم كرتك اللي انت تقدر تكسب بيها من خلال العناصر اللي انت تم اختيارها، احصد النقاط، نتاهل ان شاء الله للنهائيات باذن الله في كوت ديفوار، وربنا يكرم بعد كده. شفت نهائي دوري الابطال ازاي يا استاذ عبد الناصر؟ كنت بتشجع مين الاول؟ دوري الابطال ايه؟ اوروبا ولا افريقيا؟ لا اوروبا مالناش دعوه بافريقيا. لا اوروبا انا كنت طبعا مع محمد صلاح قلبا وقالبا. انت اساسا يعني مدريدي يعني ولا بتشجع ليفربول ولا بتشجع ايه؟ انا زي شيكابالا برشلونه في اسبانيا. برشلونه زي شيكابالا برشلونه. شيكابالا بتشجع برشلونه؟ طبعا. ما اعرفكش يا شيكابالا. لا 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 انا اللي سمعته من جوه النادي ان هو بيشجع برشلونه كتالونيا. شفت ازاي النهائي؟ وبرضه سؤالي للاستاذ محمد نفس السؤال، الهجمه الغير مبرره دي على محمد صلاح مننا فينا يعني؟ والله انا حزين جدا للجمهور المصري اللي هو بيهاجم محمد صلاح. يعني فعلا محمد بس صلاح بس ما تقولش مصري الله يخليك، لان هو في جماهير، خلينا نكون متفقين برضه، في جماهير مصريه بتساند محمد صلاح، وفي جماهير مصريه لاحظت بشكل غريب بتهاجمه على السوشيال ميديا. طيب انت حتى لو بتشجع ريال مدريد على حساب ليفربول، شجع الفريق اللي انت بتشجعه، ده حريه شخصيه، ما حدش اجبرك انك انت تشجع ليفربول عشان خاطر محمد صلاح. لا احنا بنتكلم على محمد صلاح، ده عمل انجازات للكره المصريه، شرف الكره المصريه، فخر العرب، فعلا يستحق ان هو يستحق لقب فخر العرب. اخذ جوائز فرديه عمرنا ما سمعنا لعيب في كره القدم المصريه حصل عليها. نافس على جائزه افضل لاعب افريقي. اخذ جائزه لسه النهارده من افضل هدف وافضل لاعب في البريمير ليج. جوائز فرديه يعني خمس جوائز فرديه اخذها في موسم واحد مع محمد صلاح. جائزه الحذاء الذهبي، جائزه افضل اسيست في الدوري الانجليزي. انا مستاء جدا من الناس اللي تهاجم محمد صلاح، بالعكس انا اساند النهارده لسه واخد جائزه كاس رابطه اللاعبين المحترفين. ما انا بقول لحضرتك خمس جوائز. انا بقول لك اخر جائزه خدها النهارده، دي اخر جائزه اخدها النهارده. فبالتالي يعني حصيله جوائزه الفرديه في موسم واحد خمس جوائز. هات لي لعيب مصري او في كره القدم المصريه حقق هذا الانجاز. والله لو عالمي حتى ما تلاقيش، او عالمي ما تلاقيش. هات لي لاعب حقق هذا الانجاز اللي بيعمله محمد صلاح في كل موسم. يعني يكفينا ان الشعب المصري كله كان بيلتف حوالين ليفربول عشان خاطر يشوف محمد صلاح. محمد صلاح وحد الناس كلها انها تتفرج على ليفربول. مين كان بيشجع ليفربول؟ ما اعتقدش ان كان في حد بيشجع ليفربول لما متابع الكره الانجليزيه، ما كانش حد بيشجع ليفربول بشكل كبير جدا غير لما انتقل محمد صلاح لهذا النادي. فبالتالي انا شايف ان ليفربول خلينا نرجع للسؤال اللي هو ليفربول وريال مدريد، انا شايف اللي فاز باللقب اللي ما ظهرش خالص في المباراه، الفريق اللي ما ظهرش خالص في المباراه ريال مدريد. خبراتهم اثرت يا استاذ محمد على نتيجه الماتش. طب هرجع لبدايه السؤال. اولا انا مدريدي، شجع ريال مدريد من سنين طويله جدا، وانا مدريدي برضو، بس كنت عايز صلاح يكسب. والله العظيم يا كابتن اول مره في حياتي انا بشجع ريال مدريد ابقى زعلان وهم بيكسبوا بطوله. تعاطفا مع محمد صلاح، مش تعاطفا طبعا مع ليفربول، كلنا طبعا. عشان كده لما حضرتك بتتكلم على الجمهور بيقول لك لا ما تقولش عليهم مصريين، عمرهم ما يكونوا ابدا مصريين. ازاي يكون عندي لعيب بقيمه محمد صلاح وان انا اطلع انتقده او اشتمه عشان انا فقط بشجع الفريق المنافس ليه؟ محمد صلاح دوت اصلا يكفي ان هو رافع اسم مصر في كل مكان بيذهب اليه. صحيح. خبرات ريال مدريد، طبعا خبرات ريال مدريد، يعني كارلوس انشيلوتي عرف يدير المباراه بشكل اكثر من رائع. ترك لليفربول حريه اللعب كيفما يشاء في ارض الملعب، لكن هو عارف ازاي هيقدر ينقض على دفاعه بالهجمات المرتده. وطبعا عشان هو عارف قيمه وسط وهجوم نادي ليفربول، كان بيدافع بسبعه لاعبين ما تحركوش
متر واحد من نص الملعب، في التزام دفاعي على اعلى مستوى. هو طبعا كسب باريس سان جيرمان بنفس الطريقه، كسب السيتي تشيلسي بنفس الطريقه، وتشيلسي والسيتي بنفس الطريقه، اقوى ثلاث فرق، اقوى ثلاث فرق. وعشان هو مدرب عارف امكانيات فرقته، عارف امكانيات الفرق اللي هو بيلاعبها، ما الفش في النهائي، ولكن انا ليفربول اقل من الاربعه اللي قبل كده فهقدر اهاجمه. ففي النهايه طبعا خبراته هي اللي حصلت. خلينا نكون متفقين، توفيق كبير من كورتوا، يعني توفيق كبير جدا، يعني نجم الماتش، هو نجم المباراه. يورجن كلوب قالك يكفي ان حارس مرمى الفريق الريال اللي هو الفريق المنافس هو نجم المباراه، هو نجم المباراه، دل على شيء، دول ان احنا كنا الافضل. يعني ست تسديدات من صلاح وكلهم شيلوا صلاح. استاذ عبد الناصر سليمان بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني. شكرا يا كابتن مصر. شكرا استاذ محمد نبيل، بشرفتني ونورتني، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن، شكرا جزيلا، بشكركم شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، خلصت حلقتنا النهاردة من زملكاوي، غدا حلقة جديدة إن شاء الله بإذن الله. خالص تحياتي فريق وخالص تحيات فريق العمل، وخالص تحياتي طارق يحيى. إحنا لما اتولدنا ما اخترناش أسامينا، لكن اخترنا نبقى زملكاوي. عاش الزمالك وعاش حبه في قلوبنا.